في شلة بوظت الزمالك وموجود من أول رئيس نادي لحد دلوقتي، ومحدش يقدر يجعلي وزيزو في أزمة نفسية بسبب محمد صلاح. تصريحات صادمة من أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق على الهواء، مش هتصدق اللي قاله. جدل كبير اتسبب فيه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت بعد ما كشف مفاجأة عن أزمات ميت عقبة، وقال الراحل محمود الجوهري بعدما تولى تدريب الزمالك عمل منظومة جامدة جدا، ولكن تم محاربة الكابتن الجوهري من نفس الشخص اللي حارب ديفيد ماكي. الشخص ده وشلته حاربوا محمود الجوهري. الشلة دي مازالت موجودة في نادي الزمالك. الشلة دي محدش يقدر يجي عليها، ومفيش رئيس نادي من أول محمد حسن حلمي قدر يجي عليها، والناس لو اتمسكت بالثوابت والمبادئ اللي زرعها محمد حسن حلمي كان الزمالك خد ضعف بطولاته. مش بس كده، لكن اتكلم ميدو عن النادي الاهلي وقال انا اكتر اعلامي دفعت عن النادي الاهلي في ازمته بمباراه الوداد المغربي، وهاجمت فوزي والاتحاد المغربي بسبب المارد الاحمر، وفي ناس بيحاولوا تحجيمك وتصنيفك، لكن انا ما ببصش على الكلام ده وبعمل دور المهني تجاه النادي. وقال ميدو كمان انه مخلص جدا لنادي الزمالك اللي اتربى فيه واتعلم منه اساس كره القدم ومعنى الرياضه الحقيقيه، وما يقدرش يجامل حد على حساب الزمالك مهما كان بيحاول البعض اتهامه. وكشف ميدو عن مفاجأة وقال الزمالك يستطيع أن يبني فريق يحصل على بطولات لمدة 7 سنوات متواصلة، ولكن في كل فترة هيتم هدمه وبفعل فاعل من الزملكاوية نفسهم. المثير كمان كان في تصريحات ميدو اللي اتكلم فيها عن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وقال زيزو متميز جدا وبيقدم مستوى كويس مع نادي الزمالك في الموسم الحالي. زيزو هيكون ليه دور في مباراة بوركينا، وهو متحجم بسبب تواجد محمد صلاح وتواجد نجم ليفربول تسبب في أزمة نفسية ليه، لأنه حس بأن دوره هو الدفاع في حال هجوم صلاح. ووجه ميدو رسالة لمنتخب مصر وقال لابد من فرض شخصيتنا أمام بوركينا فاسو، هم منتخب كبير وعلينا أن نتجاوزهم للتأهل بسهولة لمونديال 2026، وفي حالة إيجابية داخل معسكر المنتخب وروح جيدة، وهو ده المناخ الطبيعي. أنا مبسوط بوصول محمد صلاح، وأنا تعاملت مع حسام وإبراهيم حسن كلاعبين وكمدربين ليا، وأنا قلت عن حسام حسن إنه هيخرج أفضل نسخة من صلاح مع المنتخب وهيوظفه بشكل جيد جدا، لأن ميزة حسام إنه بيعرف إزاي التعامل مع النجوم، وأنا ما حسيتش أنا إن حسام لا يجيد التعامل مع النجوم لما كنت لاعب، وكمان شيكابالا لاعب أحسن موسم ليه مع الزمالك، وإن شاء الله الأمور هتصير بشكل جيد وتكون بداية حقبة جديدة للمنتخب. ميدو كان في أزمة كبيرة بسبب تصريحاته، وكشف مفاجأة عن استدعائه للتحقيق وقال استدعائي للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب ظهور الإعلامي، وأدليت بأقوالي بعدما قاموا بعرض مقاطع من برنامجي الخاص. لا يجوز قانونيا أن يتم استدعائي من قبل لجنة الانضباط بسبب عمل الإعلامي، ده ما بيحصلش في أي مكان، والغريب أن الشكوى المقدمة ضدي كانت على المحتوى الإعلامي في برنامجي الخاص، واللي حصل ده مصيبة.